توقع المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح جنوبية مثيرة أتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف حائل تبوك والمدينة المنورة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة. ولمزيد من التفاصيل حول الطقس في تبوك ينضم معنا محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد فرحان عنزي. أهلا بك معنا أستاذ فرحان وصباح الخير. أستاذ فرحان، يعني ما هي توقعاتكم لحالة الطقس في معظم مناطق المملكة خلال الساعات والأيام القادمة؟ أهلا وسهلا وصبح عليكم بخير وعلى جميع الأخوة المشاهدين. فيما يخص الطقس اليوم، هطلت أمطار متفرقة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، ومن المتوقع بإذن الله استمرار هطول هذه الأمطار على تلك المناطق، وتمتد مساء اليوم لصباح الغد، وتشمل مناطق حائل المدينة ومكة المكرمة، تشمل سواحل منها، ثم بإذن الله تؤثر على أجزاء من منطقة القصيم والرياض وشمال الشرقية حتى يوم السبت بإذن الله. لكن يعني تفضل. بالطبع من المتوقع أن صاحبات الكتلة الباردة انخفاض درجات الحرارة، يصاحب نشاط في الرياح السطحية، يبدأ تأثيره مساء اليوم وصباح الغد على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، قد تلامس الصغرى صفر خاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات، ومن ثم يصل التبريد إلى القصيم والرياض وشمال الشرقية مساء السبت وصباح الأحد بإذن الله. هناك احتمال بإذن الله أن يكون في موجة باردة منتصف الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عن ذلك في تقرير الحاقي. أما فيما يخص هطول الثلوج، لا يستبعد هطول بعض الثلوج اليوم على مرتفعات منطقة تبوك، خاصة إذا استمر الهطول في فترة المساء بإذن الله. بإذن الله. إذن كان معنا من تبوك محلل الطقس الأستاذ فرحان عنيزي. شكرا لك أستاذ فرحان.